صباح الخير يا عزام. طبعا يفتح الفني الصباح لشركة وينزل بروكر عندهم كوكري مجد اليوم 6 يوليو 2022، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن أسعار الذهب. تداولات سلبية لأسعار الذهب وانخفاض أكثر من 2% خلال طبعا تداولات أمس، وده راجع أكيد في المقام الأول لقوة الدولار الأمريكي لدوره الهام كملاذ آمن بجانب ترقب أفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة خلال محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي المنتظر طبعا ظهور نتيجته اليوم. امس ما كانش عندنا بيانات هامه، ولكن اليوم هنكون في انتظار بيان هام ومؤشر مدير المشتريات الامريكي المتوقع عليه، وطبعا ده الغير صناعي اللي بيصدر عن معهد اداره التوريدات المتوقع عليه 54.3، والشهر الماضي كان 55.9. دي كانت اهم البيانات واهم الاخبار، ولذلك هننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار. زي ما وضح معانا على الشورت، الاداء السلبي والانخفاضات الكبيره طبعا على مستوى كل المؤشرات، اداء سلبي على الاي ام اي، على السار، على الفلات ترند، تقاطع متوسطات السعر الاسفل، ثبات السعر اسفل النقطات المحوريه عند ال 1773، ولا ذلك نتوقع مزيد من الانخفاضات، ولكن بشرط كسر ال 63 وراها ال 53 واخر نقطه عند ال 41. مره تانية كسر ال 63 وراها ال 53 وراها ال 41. السيناريو الاخر معاكس تحت بكسر 17 84 وراها ال 98 واخر نقطه عند ال 1812. وبكده اعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى لكم اكيد يوم تداول امن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.